لا بس زينا حاجة، خرجنا بثيابنا، حجمنا علينا في الليل، شدينا في الليل. نجونا لكن بثيابنا التي علينا لا غير. بهذه العبارة يلخص النازحين من مديرية الوازعية وضعهم المأساوي الذي يعيشونه في عدد من المدارس التي تحولت لمراكز إيواء لهم. نزحنا كردون احنا من الحرب، خرجونا احنا من بيوتنا. منهم الحوثيين. ليش خرجوكم؟ ايش اشتوا؟ اشتوا خرجونا احنا، اشتوا من يقولوا لنا احنا دواعش، ما نعرف الدواعش ولا. احنا نزحنا هنا طبعا من تبع تهديم بيوت من الحوثيين وضرب عشوائي على المنازل، قصف يعني في الأسلحة الثقيلة مثل الأهوان صواريخ. طبعا نزحنا الساعة 3 الفجر بهروب، ما خرجنا كذا بدون أي شيء ولا حتى بزينا ملابس معنا، ولا عيشتنا معانا هنا يعني لا أكل لا شرب. عشرات الأسر النازحة تكتظ بها عدد من المدارس في مديرية الشمايتين. تعاني الأسر من ظروف قاسية تفتقر فيها لأبسط مقومات العيش. وصلوا إلينا يعني أسر نازحة من الوازعية، عشرات الأسر بسبب الحرب والعدوان الحوثي. فيعني حاولنا يعني إنه يعني نوجد لهم يعني مكان يؤولي، فموجودين إلى المدارس ونناشد المنظمات وهذا على يقوموا بتوفير أماكن لهؤلاء الأسر ومواد إغاثة برضو ومعونات، لأنه يعني من إمكانيات عندهم ما تسمحش صفر. الحوثي شوفوا ما ذنب هذا التفجير، ما ذنب هذا البيت اللي عليك، ما ذنب هذا البيت. تناسى هذا الطفل جراحه وأوجاع حرمانه من التعليم ليتساءل ببراءة الطفولة عن الذنب الذي اقترفته شقيقته الصغرى وأقرانها من الأطفال حتى تسلبهم الميليشيات حقهم في العيش الكريم والآمن وتحولهم إلى مشردين يعيشون في العراء وأسرهم التي لا حول لها ولا قوة.